شراء عدد اخر من اللاعبين لدعم الفريق. معانا كابتن محمد محسن ابو جريش المدرب العام. يا كابتن محمد اهلا بحضرتك. تحياتي ليك كابتن المواطي، ازي حضرتك عامل ايه؟ مبروك الفوز. الحمد لله والله، الحمد لله مكسب مهم الحمد لله. إيه تقول ايه الاول عن الجمهور النهارده اللي حاضر في استاد الاسماعيليه والشكل الجميل والرائع لجماهير الاسماعيلي؟ لا الحمد لله، هو مكسب مهم جدا بالنسبه لنا طبعا. انا شايف الاسماعيلي يعني بالشكل اللي موجود ده اللي موجوده تواجه على طول كويس اللعيبه في الملعب. انا شايف ان جماهير نادي الاسماعيلي طول ما هي موجوده في الاستاد تبقى الفرقه كويس جدا، الماتشات تبقى بالنسبه لنا اسهل. الاسماعيلي جماهير موجود في الاستاد بتغير تماما، اللعيبه بتغير تماما تماما. النهارده يعني ما شاء الله الجماهير موجوده في الاستاد، ما فيش كلمه طلعت مش كويسه خالص، طول ال 90 دقيقه بتشجع الفرقه كويس جدا، واقفه ورا الفرقه كويس جدا، وده هو طبيعه جماهير نادي الاسماعيلي. ده اللي احنا ان شاء الله متواصلينه على طول منهم، وان شاء الله تبقى النتائج احسن وتبقى افضل بالنسبه لهم ان شاء الله الفتره الجايه. طيب تقول النهارده عن الاسماعيلي، النهارده اول فريق مصري بيحقق الفوز في دوري ابطال العرب في جوله دور 32 وهدفين جمال. ده كابتن انا شايف ان المكسب مهم جدا النهارده، النتيجه تعتبر ايجابيه 2-0 نتيجه كويسه، لكن انا شايف ان لسه في ماتش تاني مهم جدا بنتمنى ال 27 سبتمبر يا كابتن؟ بالظبط كده 27/9 ان شاء الله. الموافقه الكويت، الكويتي على فكره فرقه محترمه جدا، فرقه عندها لعيبه كويسه جدا في الحته الهجوميه، بالذات في الحته الهجوميه نص الملعب. النهارده الحمد لله احنا اشتغلنا، الكوتش اشتغل مضوي على ازاي نعمل الحته الدفاعيه بتاعتنا كويس، ما استقبلش هدف، وازاي نستغل المساحات اللي موجوده في ظهرهم. النهارده الحمد لله اللعيبه اشتغلت على السيستم اللي الراجل عايز يشتغل فيه كويس جدا. المباراه احنا طلعنا نتيجه ايجابيه، كان ممكن يعني نزود شويه الاهداف، كانت فرصه تبقى بالنسبه لنا ان احنا نزود الاهداف افضل اكتر يعني عشان نريح شويه الماتش اللي هناك، او يبقى مدينا عامل الموضوع شويه. لكن النتيجه بالنسبه لنا الحمد لله نتيجه ايجابيه كويسه جدا. ربنا يكرم ان شاء الله. دلوقتي نقفل بقى صفحه البطوله العربيه، لان احنا عندنا ماتش ان شاء الله يوم الجمعه الجايه قدام الاتحاد السكندري في اسكندريه. ماتش صعب اكيد، ماتش مباراه صعبه جدا، وخصوصا بعد اداء يعني الاتحاد فرقه كويسه جدا، عندها مجموعه لعيبه كويسه، ادائهم قدام الترجي يقول ان هم فرقه محترمه، عندهم عناصر كويسه جدا. طب النهارده مين اللعيبه اللي يعتبروا مكاسب للفريق من الصفقات الجديده يا كابتن محمد؟ كابتن بص يعني احنا الحمد لله عملنا يعني زي نوع من الاحلال شويه في تكتيك الفرقه، الحمد لله دخل على اللعيبه كذا لعيب كويس جدا. انا شايف النهارده الشامي حط رجله كويس النهارده كبديل ليه، النهارده برضه محمد مجدي اشترك النهارده كبديل بعد ما بتولي مصاب، محمد مجدي برضه اشترك بشكل كويس جدا وادى بشكل كويس جدا. مندوكا ولاسعد انا شايف ظهورهم من اول حتى بطوله عمان كان شكلهم باين ان هم لعيبه كويسه. انا شايف ان احنا كمان طارق معاهم، في لعيبه كمان النهارده ما لعبتش على فكره كتير، يعني واحد زي علاء في صفقات جديده لسه ما اشتركتش كويس، عندنا وجيه، عندنا صادق النهارده ما لعبش على فكره. انا شايف ان احنا عندنا الحمد لله مجموعه كويسه جدا من اللعيبه، المجموعه دي مع الماتشات كل ما الماتشات هتكتر. احنا بدانا اول ماتشين في الدوري بتعادلين، كان ممكن فيهم اداء مش كويس قوي، لكن النتائج كانت يعني ماتش وتروجيت ماليه مش ايجابيه بالنسبه لنا، لكن كان واضح ان الفرقه هتيجي ان شاء الله. انا شايف النهارده الحمد لله مع كتر الماتشات الفرقه بتاعت نادي الاسماعيلي ان شاء الله والاتجاه يحصل بين اللعيبه، شايف ان شاء الله الشكل هيبقى احسن وافضل بالنسبه للنادي ان شاء الله. جماهير الكوره مهتميه قوي باللاعب نادر رمضان، عامل مباريات كويسه ولمساته كويسه. مين نادر رمضان يا كابتن محمد؟ يعني من اللي مولود الاسماعيلي ولا شاريين ولا ايه؟ وسنه كام؟ احنا شاريينه من السنه اللي فاتت او اللي قبلها كمان، نادر معانا بقى له حوالي سنتين، دي الثالثه دي، من دمنهور، كان من دمنهور. نادر لعيب كويس جدا في وسط الملعب، اشتغل الفتره اللي فاتت كان بياخد على فترات، لكن هو السنه دي ابتدى يحط رجليه مباراه الاهلي والماتشات اللي هي الوديه اللي قبل مباراه الاهلي بتاعت عمان والماتشات الوديه التحضيريه للموسم. أيوه. انا شايف ان هو ابتدى يحط رجله في الفرقه، بيجتهد، والاول الحاجه الجميله اللي موجوده دلوقتي ان احنا عندنا الحمد لله عناصر كويسه، الافضل فيهم واللي هيجتهد واللي هيشتغل بشكل ويحط رجله هو اللي يبقى ليه تواجد الفتره الجايه ان شاء الله. بالنسبه لكريم بامبو، هل تم التوصل معاه لاتفاق لتجديد عقده؟ بس بامبو احنا قعدنا معاه يعني كذا مره، وهو الولد مرحب جدا بالتعاقد بتجديد عقده، وانا شايف ان هو الموضوع ما فيش مشكله خالص غير ان هو هيجي الفتره الجايه يقعد معانا، لكن احنا اتفقنا يعتبر على يعني 80% 90% من البنود اللي احنا هنحطها ان شاء الله. بالنسبه لكابتن حسني عبد ربه، احنا شايفينه بيقدم مستوى عالي جدا جدا جدا، رغم يعني من جيل كبير يعني 32 33 سنه. ايه السر في ابداع حسني عبد ربه؟ هل علاقته مع الجهاز الفني؟ هل اشعاره بانه نجم كبير؟ ايه السبب؟ بص يعني في الفرقه السنه دي انا شايف ان هم عوامل مهمه جدا، ولازم
في اي فرقه عشان يعني يقف مع اللعيبه الصغار اللي موجوده وهكذا. ممكن تتحرك بس بالتليفون يا كابتن محمد بعد اذنك؟ تمام كده الصوت كويس؟ اه كده كويس. انا شايف بقول لحضرتك ان احنا عندنا عنصرين خبره مهمين جدا، واحد زي عصام الحضري وحسني عبد الرب. حسني اشتغل الموسم اللي فات بشكل كويس جدا، كان لعيب مؤثر جدا في الفرقه، في ماتشات كتير هو بخبرته عرف يقود الفرقه في الملعب، ودي مهمه جدا يبقى عندك لعيب يعرف يقود الليدنج الفرقه نفسها. انا شايف ان حسني تدريباته كلها راجل ملتزم جدا في تدريبات الفتره اللي فاتت، ملتزم جدا في مواعيده، ملتزم جدا في تمريناته كلها بيكملها، مش اللعيب اللي هو يعني عنده 33 سنه او ابتدى يبعد شويه او كده يبتدي ان هو يقل يعني حماسه يقل، لكن حسني اشتغل الفتره دي بشكل كويس جدا، وانا شايف ان دي مديه انطباع عنه حتى بيبقى يعني دلوقتي حسني تلاقيه بيقدر يكمل 90 دقيقه في الملعب، ممكن حتى بيكمل 80 دقيقه ويطلع، لكن حسني لعيبه من اللعيبه المهمه جدا بالنسبه للنادي، لعيب خبره في وسط الملعب كويس جدا او في الحته اللي قدام تحت الفيرود، بيقرا الملعب كويس جدا، في وقت من الاوقات تحتاج ان هو يمسك كوره ويبقى في هدوء في الملعب. انا شايف ان حسني الفتره اللي فاتت شغال كويس وان شاء الله يبقى في افضل الفتره الجايه ان شاء الله. طيب خير الدين مدوي المدير الفني الجزائري لاول مره بيجي مدرب جزائري للاسماعيلي، ايه اللي بيمتاز بيه عن المدارس السابقه اللي تولى التدريب الاسماعيلي؟ بص هو اولا انا شايف ان في ميزه كويسه جدا بالنسبه للكوتش ان هو قريب جدا من اللعيبه، سنه برضه قريب من اللعيبه، بتتكلم 43 سنه يعني اكيد لسه خارج من الملعب، عارف اللعيب بيبقى محتاج ايه او الحاجات دي كلها، فانا شايف ان علاقته على النواحي الانسانيه علاقته كويسه جدا باللعيبه ودي بتفرق كتير في المدربين. تاني حاجه فنيا هو راجل منظم جدا عنده ميزات كويسه جدا في حته الاستحواذ ودي ميزه بتميز النادي الاسماعيلي، هو النادي الاسماعيلي بيلعب كوره ما بيلعبش كوره طويله، الكلام ده كله هو الراجل عنده الميزه دي ان هو شغله كله بيعتمد على الكلام ده، فانا شايف ان طريقه لعبه والسيستم اللي هو بيلعب بيه مطابق جدا لامكانيات النادي وامكانيات اللعيبه اللي موجوده. اختياراته في اللعيبه انا شايف ان هي اختياراته كويسه جدا، نظرته في اللعيبه نظره كويسه، انا شايف ان احنا الحمد لله الراجل مع الجهاز مع المجموعه اللي موجوده شغالين بشكل كويس جدا مع الاصرار بتاع اللعيبه. انا شايف مع توالي مع الماتشات لما تكتر شويه الكوتش هيبتدي ياخد فكره احسن عن الفرقه، هيبتدي يوظف اللعيبه بشكل تاني، هيبتدي برضه يخش لعيبه الفتره الجايه، وده هدفنا الفتره الجايه وهدف الكوتش اللي كان بيتكلم عليه الفتره الجايه. سؤال صريح جدا يا كابتن، هل تأثر الاسماعيلي برحيل عدد من النجوم ام ان الصفقات الجديده تعوض غيابهم؟ بص يا كابتن مفيش لعيب مفيش فرقه في الدنيا بتمشي منها مجموعه لعيبه وما تأثرش، اكيد انت في يعني بيحصل هزه شويه لكن مش هزه كبيره، انت جبت لعيبه كويسه دعمت بلعيبه اكتر لعيبه عندها امكانيات كويسه، انا شايف ان اللعيبه دي مع توالي الماتشات هتلاقي ان الفرقه هيبقى شكلها افضل وهيبقى شكلها احسن ان شاء الله. طيب كيف ترى مركز الاسماعيلي في المنافسه على الدوري هذا الموسم؟ ده اخر سؤال مش طال عليك. لا هي بص يعني انا يعني واثق ان احنا ان شاء الله يبقى لينا ان شاء الله يبقى لينا تواجد ان شاء الله بشكل كويس زي السنه اللي فاتت كده. انا شايف ان احنا عندنا مجموعه اللعيبه كويسه، انا شايف ان احنا مش معنى ان احنا تعادلنا ماتشين ان احنا بعدنا عن المنافسه، لا طبعا الدوري لسه قدامنا في فرصه كبيره، والفرقه كلها على فكره السنه دي يا كابتن كل الفرقه كويسه، مش مجموعه لعيبه كويسه في الدوري، الفرقه كلها مستوياتها متقاربه، فانا شايف ان الفرقه كلها هتحصل لك الماتشات كلها صعبه في الفرقه، لكن ان شاء الله النادي الاسماعيلي يبقى في المراكز اللي هو اشتغل عليها الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يبقى لينا هدف معين السنه دي نحققه يعني. يا رب بالتوفيق لك يا كابتن محمد وللنادي الاسماعيلي ولجماهيره العظيمه باذن الله. شاكر لحضرتك. النهارده فريق الكويت الكويتي عمل مباراه طيبه جدا 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 امام الاسماعيلي في ظل العوده الاولى لهم للمشاركه العربيه او المشاركه خارج الكويت.